السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الإعدادي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان لغة خالدة. هذا الدرس من دروس القراءة. تعالوا أول كده نقرأ الدرس مع بعضنا أو نعطي ملخصا لهذا الدرس الجميل والمهم جدا. بيقول لي طبعا في الكتاب عندك: اللغة العربية التي نستخدمها اليوم هي من أقدم اللغات الحية على وجه الأرض، فقد أمضت من الزمان ما يزيد على 1600 سنة، منتشرة في معظم أرجاء المعمورة. يتحدث بها 1.25 مليار من البشر، وليس سكان الوطن العربي وحدهم كما يعتقد كثيرون. لقد جمعت اللغة العربية إلى كونها لغة الدين والعبادة أنها غدت لغة العلم والأدب والسياسة والحضارة على اختلاف ملامحها، سواء كانت فارسية أم يونانية أم هندية، وجمعت بينها في تلاحم رائع فأصبحت لغة ممثلة لحضارة واحدة لها رؤية إنسانية فريدة، بدليل وجود آلاف من الكلمات العربية في اللغات الغربية. إن أهمية اللغة العربية تكمن في أنها المفتاح إلى الثقافة العربية، وهي بذلك تتيح لمتعلميها الاطلاع على كم حضاري وفكري هائل لأمة تربعت على عرش الدنيا عدة قرون، وأنتجت إرثا حضاريا في مختلف الفنون وشتى العلوم، التي ظلت مرجعا مهما من مراجع العلماء الغربيين ممن درسوا المؤلفات العربية العلمية وقتها. وليس هناك أدل على ذلك من تلك الرغبة المتزايدة اليوم في تعلمها من غير الناطقين بها في مختلف أرجاء العالم للتواصل مع أهل اللغة من جانب، أو التراث العربي والإسلامي من جهة أخرى. ذلك الإقبال الذي لا نستطيع أو لا تستطيع المؤسسات الرسمية أو الهيئات التعليمية القيام به وحدها. طبعا ده كان كلام لواحد اسمه حليم فريد تادرس، وهو من عاشقي اللغة العربية، وهو من الغيورين على هذه اللغة الخالدة المباركة. تعالوا بقى كده يا شباب نكمل درسنا ونشرح الدرس ومعاني الكلمات المهمة. بعض اللغويات المهمة بيقول لي: الحية يعني المستخدمة، منتشرة مضادها منحسرة، تلاحم يعني تمازج وترابط ومضادها انفصال، أمضت يعني قضت، المعمورة المقصود بها الأرض، حضارة مضادها بداوة، فريدة يعني متميزة ومضادها متكررة، وجمع فريدة فرائد، تكمن يعني توجد ومضادها تظهر، تتيح يعني تهيئ، المتزايدة يعني المتنامية ومضادها المتناقصة، شتى مختلف ومفردها شتيت، الرغبة يعني الميل ومضادها النفور، تعنيه يعني تقصده، اختتم يعني أنهى ومضادها ابتدأ، الغيورين يعني الحريصين مفردها الغيور، خلودها يعني بقاؤها ومضادها فناؤها، يبقى خلودها بقاؤها ومضادها فناؤها. بعض الأسئلة المهمة: لمن هذا المقال وأين نشر؟ طبعا لرئيس المجلس الثقافي البريطاني في لندن، ونشر ضمن جزء من مقال للأستاذ حليم فريد تدرس. سين 2: اللغة العربية من أقدم اللغات الحية على وجه الأرض، دلل على ذلك طبعا حيث أمضت ما يزيد على 1600 سنة، منتشرة في معظم نواحي الأرض، يتحدث بها 1.25 مليار من البشر. إزاي يا مستر 1600 سنة والتاريخ الهجري 1400 سنة بس؟ طبعا يا شباب كان في 200 سنة قبل الإسلام، اللي هي التاريخ اللي هو الجاهلي، 200 سنة، حط 200 على 1400 يديني 1600 سنة. هل اللغة العربية لغة الدين فقط والعبادة؟ طبعا لا، بل بالإضافة إلى كونها لغة الدين والعبادة فهي لغة العلم والأدب والسياسة والحضارة. ما الذي يشهد على تأثير اللغة العربية في اللغات الغربية؟ طبعا جمعت بين الحضارات القديمة الفارسية واليونانية والهندية، ف
في حضارة واحدة بلغة واحدة هي العربية، حيث وجدت الآلاف أو آلاف الكلمات العربية في اللغات الغربية. صلح عندك في اللغات الغربية. فيما تكمن أهمية اللغة العربية في أنها المفتاح إلى الثقافة العربية، حيث تتيح لمتعلميها الاطلاع على تراث الحضارة العربية الإسلامية التي كانت مرجعا مهما لعلماء الغرب. لماذا تتزايد الرغبة في تعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها؟ يعني هناك إقبال شديد من الأجانب على تعلم اللغة العربية. لماذا ذلك؟ للتواصل مع أهل اللغة من جهة، أو التراث العربي والإسلامي من جهة أخرى، يعني حتى يتواصلوا معنا كعرب، يتواصلوا يعرفوا يتكلموا معنا، ومن جهة أخرى يتعلمون التراث العربي، يعني القرآن والسنة والحديث والفقه والتفسير إلى آخره. بما اختتم الكاتب مقاله، اختتمه بأن اللغة العربية هي أكثر اللغات الحية فرصة لأن تكون لغة عالمية. كيف يمكننا أن نحتفظ للغة العربية بخلودها؟ طبعا بإعطائها المزيد من الحب والجد والبحث، وأن نعتز بلغتنا، لغة القرآن الكريم. استنتج أثر الإسلام على اللغة العربية. طبعا نزل القرآن بلسان عربي، وخلود القرآن أكسب اللغة العربية صفة الخلود، كما أن دراسة العربية صارت ضرورة لفهم أحكام القرآن وما جاء به، يعني حتى تتقن القرآن من أحكام وتفسير وما أشبه، يجب عليك أن تتقن اللغة العربية. ومن لوازم حفظ القرآن حفظ اللغة التي نزل بها القرآن، اللي هي اللغة العربية. علل: زاد الإقبال على تعلم اللغة العربية قديما وحديثا. طبعا قديما لأن اللغة العربية كانت لغة العلم والحضارة، أما حديثا فللتواصل مع أهلها والاستفادة من التراث العربي والإسلامي. سن 11: دلل على استفادة الغرب من الحضارة العربية الإسلامية. طبعا كانت مؤلفات العلماء الغرب، أو كانت مؤلفات علماء العرب، مرجعا مهما من مراجع العلماء الغربيين مما درسوا المؤلفات العربية. كده يا شباب نكون خلصنا درسنا الجميل والرائع والمهم جدا، الذي يتكلم عن اللغة العربية، وهي لغة خالدة بفضل الله تبارك وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.